الموبايل اللي هناك ده هو موبايل قديم عندي في البيت، انا مش محتاجه خالص، ولكن انا استغلته بقى ان انا شغلته كاميرا مراقبة. يعني هو دلوقتي بيصور صوت وصورة، واللي بيتصور موجود على موبايلي الخاص. يعني خد بالك كده من اللي موجود في الفيديو اللي في الموبايل ده، خد بالك من ايدي، انا ايدي هروح احطها هنا اهو على الكاميرا بتاعت الموبايل اهو اهو. وخلي بالكوا لاحظوا كده ان الموبايل الشاشه بتاعته مطفيه كنوع من انواع توفير الطاقه. عايز تعرف بقى عملناها ازاي؟ يبقى لازم تتابع معايا الفيديو لغايه الاخر. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في مستشفى المحمول، معاكم حمدي، يا رب تكونوا بخير. عندك موبايل قديم في البيت مش محتاجه ولكن شغال، انا ما انصحكش ان انت تبيعه خالص، ولكن انا هخليك تستخدمه استخدام ممتاز جدا. هتحوله لكاميرا مراقبه، كاميرا مراقبه دي هتسجل لك صوت وصوره، كل حاجه لحظه بلحظه مجانا وبدون اي مصاريف. وخلي بالك هتقدر تحافظ على ممتلكاتك وتراقبها لو انت مسافر بره مصر، او انت عندك اطفال صغيره، او انت عندك حيوانات اليفه في البيت. تابع بس معايا الفيديو لغايه الاخر، وامشي معايا خطوه خطوه، وتاكد ان انت متابعني علشان هيفوتك كتير جدا جدا. وخلي بالك التطبيق سهل جدا ومجاني، والطريقة بتاعته جميلة جدا، وهسيبه لك في اول تعليق الرابط بتاعه، او هسيبه لك في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ الفيديو من غير كلام كتير، يلا بينا. زي ما قلت لك هتحمل التطبيق اللي موجود عندك في اول تعليق في الكومنتات. مجرد ما تحمل التطبيق هتحمله على التليفونين، التليفون القديم اللي عندك وعلى موبايلك الخاص. هتروح على موبايلك الخاص وهتمشي بالخطوات ديت، هتعمل إضافة كاميرا، وبعد كده هيظهر لك كيو آر كود بالشكل ده. هتروح على التليفون اللي انت هتشغله كاميرا وتمسح الكيو آر كود بالشكل ده كده. بمجرد ما تعمل مسح للكيو آر كود هتلاقي كاميرا الموبايل فتحت تلقائيا، يعني كده الكاميرا بدأت تشتغل، والتليفون دلوقتي بدأ يشتغل كاميرا مراقبة. ودلوقتي هيبدأ يطلب منك أذونات هتديهاله، وهيبدأ يظهر على تليفونك بقى الخاص أهو، هيظهر لك اللي موجود اللي بيصوره التليفون ده. خد بالك كده. طبعا أنت لو أنت عايز تخلي الكاميرا الأمامية مفيش مشكلة، عايز تخلي الكاميرا الخلفية حسب ما أنت عايز، هتضغط على علامة الترس وتبدأ تختار نوع الكاميرا، تحدد نوع الكاميرا. هنجيبها هنا الكاميرا الأمامية. طبعا يفضل أن أنت تكون بتشغله على الكاميرا الخلفية عشان الجودة تبقى أعلى في التصوير. مجرد ما تقلب كده، خلي بالك انا طبعا عاملها على الامامية عشان اعرف اشرح عليها. خد بالك دلوقتي بدأت الصورة تظهر من التليفون ده اللي هو شغال كاميرا للتليفون التاني ده، تليفوني الخاص اللي انا هشوف عليه وهراقب. وخلي بالكو في صوت وصورة، يعني الموضوع مش صوت بس، حسب ما انت عايز ممكن تخليها صورة بس، ممكن تخليه صوت بس. طبعا انا بحرك الكاميرا بتاعته، كل ما بحرك بيظهر على التليفون التاني بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا بقى لو انا عايز التليفون يفضل ما يفصلش شحن، هيلاقي حد بقى يقول لي انت تليفونك كده هيفصل شحن وشويه وهيشتغل، هقول لك لا، في توفير طاقه بيشتغل في الموبايل بحيث ان هو يفضل اطول فتره ممكنه، وكمان بيديك على موبايلك البطاريه فيها قد ايه بتاعت التليفون التاني اللي شغال كاميرا. تمام، بس ينصح ويفضل، خد بالك بقى انا بعمل ايه، انا دلوقتي بتكلم، ممكن كمان تتكلم من تليفونك والصوت يوصل للتليفون اللي شغال كاميرا مراقبه. يعني ممكن لو في حد او في طفل او في حد عايز تنبهه لحاجه، ممكن تقول له حاسب خلي بالك مش عارف ايه، فممكن يسمع. وكمان تقدر ترجع اللي الفيديو صوره، ان الموبايل التاني صوره، بتقدر ترجع كل حاجه كان بالظبط كاميرا مراقبه، تشوف وبيحسب لك بالوقت وبيحدد لك كل حاجه. الافضل والانسب ان انت تخلي الموبايل اللي شغال كاميرا مراقبه متوصل في الشاحن على طول، تشوف له مصدر كهرباء وتشوف له تثبيته كويسه وتخليه متوصل على طول، بحيث ان انت لو مسافر زي ما قلت لك بره مصر او في اي مكان، تقدر بمجرد ما تخش على موبايلك ان انت تخش وتشوف وتعرف كل حاجه وتسمع كل حاجه. مش بس كده، تقدر تتحكم في جميع الاعدادات. وخلي بالك الموبايل اللي انت عامله كاميرا مراقبه هيبعت لك رسائل تحذيريه لو في اي مشكله او في اي حاجه قابلتك. زي ما قلت لك بترجع الكاميرا من هنا واللي انت صورته من هنا. ده على فكره في بدايه الفيديو وانا كنت بصور، ساعه ما كنت بقول لكم الكاميرا اللي ورا دي بتصور اهو، كنت انا ساعتها اهو بتكلم اهو. وخلي بالكوا كمان التطبيق ده تطبيق مجاني، ولازم حاجتين، لازم ان انت توصله مصدر كهرباء لو انت هتطول او فترة طويلة، ولازم كمان يبقى متوافر انترنت، والحاجتين دول سهلين جدا مش صعبين. وزي ما قلت لك التطبيق موجود في اول تعليق في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. ده كان نهاية الفيديو، ما تنساش تتابعني او تشترك في القناة، وبتعب جدا علشان افيدك، وده اقل تقدير ليا ممكن تعملولي. بس كده، سلام.